المعتقل السياسي أبو بكر محمد علي الغرياني. الآن ذكريات تجوب في بدء الاعتقال. اعتقلت في 97، كان يوم أذكر الاثنين. هذا اليوم تقريبا الساعة 3 إلا ربع في الليل، داهموا البيت حوالي 8 سيارات والرجال تقريبا 14 شخص من السقف ومن البيت، وتم يعني الطرق بشدة على الباب. استيقظت زوجتي وبعدين هي مشت للباب، فتفاجأ بأن يكلم فيها اللي على الباب يقولها أبو بكر أبو بكر، فصحتني وجيت على الباب بسرعة، فكسروا الباب على طول ودخل المسدس في راسي. فأنا سلمت نقولها بهدوء، الأولاد نايمين، فطبعا مسكوني ودخلوا الباب. أنا سرعت لغرفة النوم وقفلت دار النوم ونقولهم يعني نقولهم واحدة واحدة يعني إن شاء الله اللي تبوه خدوا الحوش اللي دامكم أنا موجود، بس الأولاد نايمين. فأذكر إن كانت زوجتي أصيبت بحالة إلى الآن موجودة عندها، يعني استيقاظها إلى الساعة 3 من الطرق ومن طريقة الأخذ إلى الآن، إلى الآن هي في الساعة هذه تفجع. والبنات يعني أنا أذكر أن بنتي صغيرة كانت 2 و3 أشهر، فمتعودة أن لما يجوا أصحابي فهي تقبلهم وتبوس، فأخذت واحد من الحرس وقبلته فهو انفرها يعني ردها وخدتها أمها حطتها في 3 سنوات و2 شهر ما يعرفوا عني حي أو ميت. حتى أول يوم نلتقي فيه في المحكمة اللي هو قبلها بشوية، أحد الحرس كان من جيراني هو اللي أعطيته رسالة ووصلها إلى الأهل وأعلمهم بالمحكمة في اليوم الفلاني. فهم جو، فبنتي كانت تسأل في زوجتي وتقولها يا ماما بابا وين. فالحقيقة يعني العذاب هذا عنا، السجين هو داخل السجن، الزيارة بدل ما هي تخفف عليه تزيد أشد، وكانت لا تتجاوز 3 دقائق فقط يعني. بعدين الحقيقة نقلت بعد التحقيقات، نقلت إلى عين زارة، السجن هذا اللي هو سجن عين زارة. الحقيقة هذا السجن يعتبر كذلك مرحلة من مراحل، يا إما الإفراج يا إما الانتقال إلى أبو سليم. بقيت في هذه الغرفة في هذه الزنزانة حوالي 7 أشهر. طبعا هي أشد الأشياء على الجسد، هي لما يربط قيد إيديك مقيدين، والأيادي نفسها تقيد مع الأقدام، وما بين الأقدام والأيادي يوضع خشب متاع الفلقة نفسها خشبة، ويعلق بها الرجل، هو شكله زي نفس الدجاج المشوي، ويصبح إما ضرب على الأفخاد، إما ضرب على السيجان، إما ضرب على الرأس، إما ضرب على الصدر، أو ضرب يعني في جميع، يغمى عليه ويصب عليه الماء من جديد ويغمى عليه من العذاب، وهكذا يعني، ويبقى فيها حتى الساعات الطوال وهو معلق، يا إما تعليق من الخلف يا إما يسموا فيها تعليقة الفروج. في نوع آخر من العذاب يوضع على الطاولة، الطاولة نفسها يوضع الإنسان صدره ويربط الأيادي إلى الأمام، وتم يضرب فيه على قفاه. أنا مريت بالفروج هذه، مريت بالتعليق، مريت بالفلقة، مريت بالضرب على الأرض نفسها، يوضع الجسد ويجدب من اليدين والرجلين، ثم حوالي أكثر من 4 أشخاص اللي واقف علي، واحد واقف على رجلي واحد واقف على صدري، ويضربوا فيها يعني في الطبوات، يصل في اللحظة الواحدة 4 أشخاص وهم يضربوا فيها يتناوبوا عليها يعني.